مع بداية الحرب في غزة أصرت كل من إسرائيل والولايات المتحدة على أن حماس لن يكون لها أي مستقبل في القطاع، مع التأكيد على ضرورة القضاء عليها وإنهاء حكمها. اليوم يشهد الموقف الأمريكي على ما يبدو تحولا ملحوظا، فالمقترح الأمريكي الذي ردت عليه حماس أقر مؤخرا، تم إقراره في مجلس الأمن الدولي، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة للشرق الأوسط على أن القرار يجب أن يأتي من حماس، من داخل حماس، من قيادات حماس في داخل غزة. تصريحات بلينكن هذه أثارت حفيظة قيادات في حركة فتح، حيث اعتبرته اعترافا بحماس كممثل شرعي للجانب الفلسطيني، وهو ما عكسته بوضوح تصريحات القيادي في الحركة منير الجغوب لسكاي نيوز عربية، والتي أكد فيها أن خطوة واشنطن في مجلس الأمن تعزز الانقسام الفلسطيني وفرض خارطة سياسية بل وجغرافية تتماهى مع مخططات إسرائيل الساعية لتكريس فصل غزة عن الضفة. إذن لماذا تصر واشنطن على هذا الموقف؟ بالمقابل على ماذا تراهن حماس على البقاء؟ وما هي أوراق كل طرف؟ معنا من رام الله المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، ومعي من إسطنبول مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون. أهلا بكما ضيفي الكريمين، ودعني أبدأ معك بداية أستاذ عبد الفتاح دولة، تعقيبك على هذه النقطة ولماذا يستمر استبعاد السلطة في أي مفاوضات أو محادثات، وهل يمكن فصل ما هو ميداني عن ما هو سياسي كتبعات للحرب في اليوم الذي يلي الحرب؟ التحية لك بداية سيدتي ولضيفك الكريم وكذلك للمشاهدين الكرام. لربما أهم في هذا الأمر أن هناك توافقا إسرائيليا أمريكيا على عدم السماح بقيام دولة فلسطينية، وواضح أن الموقف الأمريكي يتساوق مع الموقف دولة الاحتلال في إعاقة الوصول إلى هذه الدولة الفلسطينية، وبالتالي هم يريدون وضع العقبات أمام الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي بدأ العالم يتحدث به بقناعة بأن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا وفق عقلية الاحتلال الإجرامية، وأن الحل يكمن فقط بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وقد تنامت الاعترافات الدولية بها، وهو ما لم يعجب لا دولة الاحتلال ولا أمريكا، وبالتالي هي تريد أن تبحث عن أي شيء من شأنه أن يعيق الوصول إلى الدولة، وأهمها هو ضرب مكانة منظمة التحرير الفلسطينية وذراعها الإداري والمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، على اعتبار أن هذه هي نواة قيام الدولة الفلسطينية الأولى، وأن هذه هي المؤسسات الجاهزة لأن تكون حاضرة لقيام الدولة الفلسطينية، ويريدون ضرب مكانتها ودورها، ومن هنا يأتي استهداف الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاستهداف المباشر من قبل دولة الاحتلال بالضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية وحصارها. دعنا نكون واقعيين أكثر لو سمحت لي أستاذ عبد الفتاح، هنا هل السلطة لديها القدرة على إنهاء الحرب، على دخول في أي صفقة على تنفيذها؟ يعني سيدتي العالم كله عجز عن وقف هذه الحرب الإجرامية على مدار 8 أشهر، وذهب إلى مجلس الأمن قبل يومين حتى أن الأمر لم يكن بحاجة إلى قرارا أمميا حتى تتوقف الحرب عن شعبنا الفلسطيني، لكن عجز العالم عن وقف هذه الحرب. نحن نسعى بكل ما نستطيع لأن نصل إلى هذا اليوم الأخير للحرب الدامية على شعبنا الفلسطيني، لكن ما أستطيع أن أقوله أننا فلسطينيا قادرون على إدارة شأننا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، لكن لنخلص أولا من هذا العائق الأكبر وهو الاحتلال، وهو الموقف الأمريكي الداعم بشكل لا محدود لدولة الاحتلال، هم من يعيقون قدرتنا الفلسطينية على بناء وعلى إدارة شؤوننا الفلسطينية وعلى إقامة وبناء دولتنا الفلسطينية. المشكلة في الاحتلال وفي موقف أمريكا وفي عدم قدرة العالم على فرض إرادة مغايرة في وجه الهيمنة الأمريكية تفرض فعلا وتترجم مواقفهم النظرية إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني ليكون هناك فعلا دولة فلسطينية خالية من الاحتلال على حدود الرابع من حزيران العام 67 توحد غزة مع الضفة الفلسطينية بما فيها القدس. لسنا نحن من نعيق ذلك، الاحتلال وعجز العالم عن فرض هذه الإرادة وهذا الحل المبني على الشرعية الدولية.
طيب دعني أرى موقف وربما تعقيب السيد إبراهيم على هذه النقطة وكيف يقرأها، يعني انتقادات من السلطة الفلسطينية لهذا الموقف على أساس أنه تعزيز للإدارة الأمريكية للانقسام الفلسطيني ولي يعني الفصل بين غزة والضفة. ما دور حماس في هذا السياق، وبرأيك هل من شأن هذا أن يقرأ على أساس أنه يمهد لدور حماس مستقبلا أو لشرعنتها حتى أمريكيا في المستقبل؟ في البداية تحياتي لك ولضيفك العزيز وللمشاهدين. دعنا نؤكد أو دعينا نؤكد على عدة مضامين في هذا الموضوع. أولا، أن حركة حماس لا تزاحم منظمة التحرير في شرعيتها الدولية، بل هي معنية بإصلاح المنظمة والدخول بها وبناء مؤسسة حقيقية تستطيع أو حقيقة تستطيع أن تمثل الشعب الفلسطيني والكل الفلسطيني. الأمر الثاني، لم يلحظ من حركة حماس حتى اللحظة أي امتعاض من حركة فتح، وإن كانت بعض التصريحات ربما تكون هذه تصريحات شخصية أكثر منها تصريحات رسمية ومسؤولة، فلم يصدر أي بيان من حركة فتح ولم يتحدث بها لا رئيس السلطة ولا شخصيات بارزة تقرر يعني سياسات واستراتيجية حركة فتح. الأمر الثالث، هناك حوار ممتد ما بين حركة حماس وحركة فتح، وهناك لقاء في بكين وربما يتم استئنافه، وهناك خطوط عريضة يمكن العمل عليها في المرحلة المقبلة. الأمر الرابع، أن هناك توافق في العديد من النقاط ما بين حركة حماس وحركة فتح. أول هذه النقاط أن الأولوية الآن لوقف العدوان ووقف هذه الحرب، والأمر الثاني هو رفض أي يعني طرف غير فلسطيني يمكن أن يتحكم في قطاع أو يمكن أن يسيطر على قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي وبعد الانسحاب الإسرائيلي. الأمر الخامس هو أنه هناك رؤية توافقية لما بعد هذه العدوان ربما يتم الاختلاف فيها من هنا وهناك. وأنا يعني باعتقادي أن حركة حماس لن تسمح لا لأمريكا ولا لإسرائيل أن تلعب على المتناقضات، وهذا ما قاله السنوار في أكثر من مرة، لا تلعبوا على متناقضاتنا الداخلية، ولكن هنا مطلوب من السلطة الفلسطينية حقيقة أن تبذل يعني دور أكبر في العمل على تجاوز بعض نقاط الخلاف، منها يجب عليها إدخال ويجب عليها العمل على إصلاح منظمة التحرير وإدخال حركة حماس. لا يمكن ولا يتصور اليوم أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية بلا حماس. حماس التي نفذت عملية 7 أكتوبر، حماس التي قاتلت الاحتلال الإسرائيلي مع شعبها الفلسطيني في غزة حتى عندما تتحدث عن هذا المسار والوسطة الصينية، وقبلها كانت الروسية، دائما هناك مناكفات وتصريحات من هذا الطرف ومن الآخر، تخوين وما فوق يعني إن صح التعبير. وحتى في مسألة اللي تتحدث عنها عن المنظمة الصحة، المنظمة الفلسطينية اللي تحرير باعتبارها الممثل الشرعي، هذا لا ينسجم مع الواقع من داخل حماس من داخل غزة، وتقريرات الاستخبارات الأمريكية اليوم تفيد على أنه هناك قناعة لدى السنوار نفسه بأنه فاز وبأنه سيبقى في حكم غزة، ولديه القناعة بقدرته على الاستمرار في حكم غزة ما بعد الحرب، وبالتالي هذا لا ينافي كل هذه المحاولات من أجل رأب الصدى. دعيك من التقارير الإعلامية الموجهة من الدعاية الإسرائيلية ومن المخابرات الإسرائيلية أو المخابرات الأمريكية، نحن نعتمد على التصريحات الرسمية وعلى اللقاءات. هناك لقاءات معمقة في بكين وفي موسكو، وكان هناك اتفاق ما بين حماس وفتح على حكومة وفاق وطني. صحيح أن الرئيس محمود عباس استبقى بحكومة جديدة دون توافق، وكان هناك تعقيب بسيط فقط من حركة حماس دون التوقف عنده. اليوم الأولوية هو لوقف العدوان ولانسحاب الاحتلال الإسرائيلي. أولوية حماس في المرحلة القادمة هو استثمار يعني الصبر وصمود وثبات شعبنا الفلسطيني، وأيضا هزيمة الاحتلال الإسرائيلي وتهشيم جيشه، وأيضا حالة يعني الصحوة الدولية التي باتت تطالب بدولة فلسطينية. ولهذا أنا أعتقد أن حماس اليوم
تعرف وتريد من الجميع أن يكون هناك وحدة رأي ووحدة موقف من أجل استثمار اللحظة لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس يشارك بها الجميع، ونعمل على استثمار هذه التضحيات الفلسطينية ولا تذهب هدرا، ولهذا لا يعتمد لا على التصريحات، لهذا لا يعتمد لا على التصريحات الأمريكية ولا على التصريحات الإسرائيلية، ولكن يعتمد دائما على وعي شعبنا الفلسطيني. أنا أعتقد أن شعبنا الفلسطيني خاض الكثير من الدروب، وهو مدرك الآن أن ليس أمامه إلا العمل موحدا من أجل تحقيق نفسه. الآن المعروف أن القدس هي قدس واحدة، ولكن هذا كله يأتي في إطار نضال شعبنا الفلسطيني، وما يتحصل عليه شعبنا الفلسطيني سيكون إنجاز. نتمنى أن يتم التحصيل عليه بسحب الاحتلال الإسرائيلي كمرحلة من قطاع غزة ومن الضفة الغربية ومن القدس. لأنه هناك انتقادات، والبعض يفيد أنه إشارات متناقضة من حماس نفسها فيما يتعلق باستعدادها ربما للدخول المنظمة وشروطها، لكن هل تغيرت أستاذ عبد الفتاح الموازين ما بعد 7 أكتوبر وإقدام حماس والفصائل الفلسطينية في غزة على هذا الهجوم في هذا اليوم؟ ما قبله ليس كما بعده حتى في ترتيبات البيت الداخلي، ما هو المطلوب من السلطة وما هو المطلوب من المنظمة برأيك تباعا؟ يعني لربما نعم أن ما قبل 7 أكتوبر لن يكون كما بعد 7 أكتوبر، أما ما يتعلق بقضية الموازين لربما كان هناك حسابات لدى الأخوة في حركة حماس أن موازين القوى والشرعية والتمثيل الفلسطيني سيتغير ما بعد 7 أكتوبر، لكن يعني هذا كان في إطار الاعتقاد لدى الأخوة في حركة حماس. لكن أريد أن أشير إلى قضية سريعا قبل أن أتحدث في الوضع العام. يعني من المهم أن نشير إلى أن حالة الانقسام وتحديدا الانقسام الجغرافي هي ممكن أن تكون أكبر هدية لدولة الاحتلال ولأمريكا لإعاقة الوصول إلى حل الدولتين، وبالتالي هم سيكونون سعداء باستمرار حالة الانقسام سواء السياسي أو حتى الجغرافي، ولربما يلجؤون إلى تعزيز ذلك كما حصل في الماضي وفق استراتيجية نتنياهو في إضعاف السلطة والتسهيل على حركة حماس، ليس من أجل حركة حماس طبعا وإنما من أجل المحافظة على حالة الانقسام، وقالوها بصراحة حتى لا يكون هناك دولة فلسطينية. موازين القوى هناك حقيقة ثابتة لا يمكن أن نتجاوزها أو يتجاوزها أحد، أن لدينا عنوانا فلسطينيا سياسيا وقانونيا وشرعيا وممثلا للكل الفلسطيني هو منظمة التحرير الفلسطينية، وهو لم يأتي جزافا. منظمة التحرير هي ثمرة نضالات للشعب الفلسطيني وتضحيات ودماء وشهداء، كان على رأسها قادة عظام قدموا أرواحهم من أجل فلسطين، وبالتالي هي ثمرة إنجازات كبيرة لا يمكن لأحد ولا يمكن أن نقبل لأحد أن يتجاوز هذه المكانة لمنظمة التحرير. ووجود حماس في حركة في منظمة التحرير وكذلك الجهاد الإسلامي أيضا هو إضافة لحماس وليس لمنظمة التحرير، على اعتبار أنها الحاضنة والحامية لكل من ينضوي تحتها. لكن يعني ليس معقولا أن نقول نريد أن نصلح المنظمة ونأتي إليها، لا، المنظمة قائمة والمنظمة حققت إنجازات وأمامها التزامات كبيرة، لكن إن كانت بحاجة إلى تطوير، إن كانت بحاجة إلى بناء، إن كانت بحاجة إلى تفعيل أكثر، هذا يكون من داخل بيت المنظمة لنكن جزءا منها، جزءا من التزاماتها، ونوافق على ما بنيت عليه منظمة التحرير. هذا إذا كان الجميع يتفاوض مع حماس الآن، وهل السلطات تشعر بأنها مهمشة؟ لا يعني لا أعتقد أن هناك، أو أولا لا يمكن للاحتلال أن ينهي وجود حركة حماس، هذا وهم وهذا هراء. حركة حماس هي جزء من نسيج هذا الشعب الاجتماعي والسياسي والنضالي، وهي جزء من الشعب الفلسطيني كما فتح وكل الفصائل، ومن يرتبط بالشعب الفلسطيني لا أحد بإمكانه أن ينهي وجود الشعب الفلسطيني، لكن هم يستطيعون التضييق الحصار على حماس وعلى فتح، هم يرفضوننا جميعا بالمناسبة، لكن لربما يسعون للإبقاء على الأوراق التي من شأنها أن تبقي على حالة الفرقة الفلسطينية وعلى ضرب التمثيل الفلسطيني الشرعي من خلال عدم معاداة حماس لربما، والبحث على
أي قضايا ممكن أن يكون هناك علاقة ما مع حماس لنفس الاستراتيجية، ليس من أجل حماس وإنما للإبقاء على حالة الشرخ الفلسطيني. هذا يتطلب مسؤولية فلسطينية كبيرة، كلنا نتفهم هذا الأمر. ممنوع علينا أن نقبل أن يكون هناك تدخلا يضرب الشرعية الفلسطينية، بل يجب أن نفكر كيف نمتن ونعزز من ثبات بيتنا الفلسطيني الداخلي، وأن نتفق على كل ما نختلف عليه. وقد وصلنا إلى نقاط نلتقي عليها كثيرا، هناك مقاربات سياسية ما بين حركة فتح وحماس اليوم هي أكثر بكثير مما كانت عليه بالماضي، يجب البناء عليها. التقينا كثيرا لم نصل إلى ما يجب أن نصل إليه. هناك لقاء مرتقب في الصين، وكما قال الأخ الدكتور صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أطلب الصلحة ولو في الصين، أطلب الوحدة ولو في الصين. يعني نحن بحاجة إلى كل ما من شأنه أن يعيد الاعتبار إلى الوحدة الوطنية وإلى لحمة البيت الفلسطيني الداخلي، وأن نتجاوز القضايا الخلافية وأن نقفز عليها وقد باتت أصغر مما كانت عليه. لكن بالتأكيد هذا جيد، ولكن هناك جولات وصولات كثيرة، لكن منسوب الثقة هو كما أشرت لا تزال متباعدة، وحتى داخل قطاع غزة من هو محسوب على السلطة يتم استهدافه من حماس، وإذا تورط في توزيع المساعدات يتم توريط حماس. وبالتالي هنا أسألك أستاذ إبراهيم، هل يتم التفريط في السلطة حماس داخل غزة بسهولة؟ أيضا أنت تقول أنه هذا شأن فلسطيني فلسطيني من خلال المصالحة ومسار المصالحة، هذه الحكومة وانضمام حماس للمنظمة سوري سمحتي لي، يعني مطلوب كما قال ضيفك يعني أن يكون هناك خطوات من حركة فتح، نحن منفتحون وجاهزون، لكن مطلوب أن يكون هناك تحرر لحركة حماس من ارتهانها إلى أجندات ليس لها علاقة بصلب القضية الفلسطينية والمصلحة الفلسطينية، وأن تنظر فقط إلى مصلحة الشعب إيران. الفلسطيني. دعنا نسمي الأسماء بمسمياتها، إيران والدور الإيراني في هذا المنطلق. وهنا تعقيبك أستاذ إبراهيم، استمعنا لخطاب المرشد الإيراني قبل تقريبا أسبوع بعد ما قدم اقتراح لوقف الحرب وإطلاق النار، هو كان ضده بالمطلق، وبالتالي اليوم إن رفضت حماس هذا القرار الذي أصبح قرارا أمميا سيقال بأن حماس يعني استجابت للمرشد الإيراني في رفضها لهذا القرار. هناك قضايا يجب أن نتعامل معها بمسؤولية، وأن نضع المصلحة الحزبية والشخصية جانبا، وأن نفكر بالشعب الفلسطيني وبالدم الفلسطيني الذي يسيل 37 ألف فلسطيني وأكثر استشهد. واضح واضح أستاذ عبد الفتاح، فقط لأفسح المجال لأستاذ إبراهيم للتعقيب ربما على جانب من هذه النقاط، ونقطة مهمة أشرت إليها وهو الارتباطات حماس الإقليمية والحسابات الإقليمية، أيضا وضع حماس وتصنيفها في المجتمع الدولي وبالنسبة للولايات المتحدة. أنت تقول أنه شأن فلسطيني ومصلحة فلسطينية، لا يمكن إنهاء حماس كما قال حتى ضيفنا أستاذ عبد الفتاح، لكن هل يمكن أن يكون لها مستقبل شرعي في البيت الفلسطيني معترف به دوليا؟ لأنه حتى عندما نتحدث عن حكومة، عن دولة فلسطينية، عن مسار إقليمي ودولي، وعن إعادة إعمار، هذا كله له شروط بالمقابل من الأطراف المانحة. أنا أيضا سأرتب بعض المضامين في هذا الاتجاه. الأمر الأول، يجب علينا إدراك أن حركة حماس ليست من أولويتها مزاحمة السلطة الفلسطينية وحركة فتح في شرعية موهومة، هي أولويتها الآن مشروع التحرير والعمل على تحرير شعبنا الفلسطيني، ووضعت يعني هدفا مرحليا بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. ولهذا أنا أعتقد كل ما يشغل بال حركة حماس اليوم هو نضالها ومقاومتها، وهذا تمثل في عملية 7 أكتوبر. الأمر الآخر، موضوع حكم حماس، حركة حماس التي جاءت بالانتخابات في 2006 وهي جزء من يعني المنظومة الفلسطينية وانتخبها الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني، لن يعني تتنازل عن ذلك بسهولة، ولن تتراجع أمام الضغط العسكري وأمام يعني الضغط الإسرائيلي يعني العسكري. واليوم الاحتلال الإسرائيلي جيل كامل لم يشارك فيها منذ آخر انتخابات، يعني هذا بالنسبة للطرفين. صحيح 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 صحيح، ولهذا ذهبت حركة حماس وتحاورت مع حركة فتح، و
قالت تعال نذهب إلى انتخابات، ولغاها الرئيس محمود عباس. الرئيس محمود عباس رئيس للسلطة منذ 2005، وانتهت ولايته في 2009، وحل مجلس تشريعي منتخب. هذه تفاصيل يعني لا أحد يغرق فيها، لأنه حماس ليست من أولوياتها الدخول في هذه الإشكالية. هي تدرك أننا شعب محتل، وأن هي حركة تحرر وطني، وكل يعني تركيزها وأولوياتها على مشروع التحرير وعلى المشروع الثوري الفلسطيني. الآن هناك من يأخذها ويحرفها نحو هذا المسار أو ذلك، ممكن أن تتعامل معه، ولكن تتعامل معه دون أن تلتفت عن مشروعها الأساسي، وهو مقاومة الاحتلال ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ولهذا هذه هي أولوياتها، ولكن مع ذلك لا، هي حركة منتخبة، وهي تقود الشعب الفلسطيني بناء على انتخابات نزيهة. متى تحدث هذه الانتخابات ومتى يحدث توافق وطني فلسطيني، فهي منفتحة على كل الخيارات. ولكن بناء على الأولوية الإسرائيلي الذي وضع هدف باختصار، أنا سأتي إلى هذا، أنا سأتي إلى هذا الموضوع، أدركنا جدا. ولكن لا، موضوع الاتهامات المتبادلة يعني ما بين هذا الطرف أو ذاك، الارتهان إلى إيران، هذا كلام حقيقة سخيف، والعالم يدرك أن من نفذ 7 أكتوبر كان يعرف أنه هو قراره فلسطيني، وقراره فلسطيني مستقل، بل بالعكس هو بات يؤثر على العالم أجمع. فليس من المنطق حركة حماس الذي قلبت العالم وقلبت معادلاته في العالم أجمع أن تتهم بهذا الاتهام السخيف. ولكن هناك من هو مرتهم بالتنسيق الأمني وبالولايات المتحدة، وبعد أنا في يعني تشويش عليه، ولكن وقام بعد يعني توافق وطني في موسكو بإنشاء حكومة وطنية، قام بسبب الارتهان إلى الإرادة الأمريكية بإنشاء حكومة مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. هذه اتهامات نحن لا نقبل أن ننزل إليها، ولكن يضطرون أن نتحدث فيها للأسف. مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفي من رام الله، متحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، شكرا جزيلا لك.